وشخصية النهاردة اللي هنتكلم عنها هي الشخصية الغيورة. لما جيت افكر ان انا هتكلم عن الشخصية الغيورة، وخصوصا ان احنا الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم عن الشخصية الشكاكة، فقلت انا عايز افرق للناس ما بين الغيرة والشك. لقيت ان افضل مثال اتكلم عنه وانا بشرح الشخصية الغيورة او بتكلم عن الغيرة اني اتكلم عن نفسي قدامكم. كان طبعا صعب الواحد يفكر انه يتكلم قدام الجمهور عن نفسه، لكن قلت لا، هنتكلم ونتكلم بصراحة. لقيت مثال جميل قوي في الغيرة سهل جدا يوصل. لما لقيت ان انا كان في موجود عندي من الطفولة اصدقاء بحبهم جدا، كانوا الاصدقاء دول احنا مجموعتنا 9 اصدقاء مرتبطين جدا من الطفولة لحد دلوقتي، ماشيين مع بعض من زمان، اصدقاء جدا جدا جدا. فكنت بلاقي واحد فينا متميز، كان المتميز اسمه محمد كمال، كان هو اشطرنا، كان دايما يحفظ القرآن قبلينا، كان دايما عنده موهبة عالية قوي في الحفظ. فكان تلاقي الواحد بيجيله غيرة كده انه نفسه يبقى زيه، نفسه يبقى شاطر هو كمان زيه. اقوم رايح مباشرة وانا عندي ان انا شايف هو شخص، محمد كان مجتهد جدا ما شاء الله عليه، فكان بيروح يحفظ بسرعة، وطريقته في القرآن وتشوف صوته وتشوف اداءه كان رائع. فكون الاقي عندي غيرة قوية جدا. خد بالك احنا بنتكلم عن مشاعر الغيرة هو. فروح البيت ابدأ امسك المصحف عايز ابقى شاطر زي محمد. وبالمناسبة هو كان اصغر مني سنا ولكنه اشطر مني مقاما ووزنا. اروح البيت واحاول اقعد احفظ قرآن زيه. يجتهد محمد اكتر، الغيرة تزيد اكتر، احاول انا كمان عايز اجتهد زيه اكتر. وطبعا كانت المجموعة كلها من اصحابنا بيحاولوا يتنافسوا، لكن الافضل والاحسن دايما كان محمد. بدأ تمر السنين، اجتهاد محمد ما شاء الله وتبارك الله يبدأ يزيد، فاذا بمحمد يبقى المعلم علينا لانه ختم القرآن بعشر قراءات. واحنا طبعا بنحاول نجتهد، لكن كان اجتهادنا وحتى الغيرة الموجودة عندنا ما كانتش بنفس القدر بتاعه، لانه كان مخلص اخلاص شديد. فضلت الموضوع مستمر لحد ما الغيرة دي، وهي غيرة محمودة او مطلوبة، لتحولت الغيرة دي الى شيء فيه نوع من الاحترام، بحبه وبغير منه وبحاول اتنافس معاه، لكن هو كان اعلى مقاما واعلى شأنا، وده ما زعلنيش، عشان هنا بنفرق قوي في انواع الغيرة. وكان محمد هو المعلم علينا كلنا، بل اكتر من كده بقى ان اجتهد محمد واصبح مقرئ في اماكن كتير وامام لمساجد كتير واستاذ لناس كتير جدا في علم القراءات وعلم القرآن، وعاش حياته كلها للقرآن. عشت وكبرت ودخلت واشتغلت في مجال الامراض النفسية وعشت كتير، ومحمد مقامه دايما اعلى مننا كلنا. هنا كانت الغيرة دي، وكان محمد بيعلمني دايما ان الغيرة دي هي الغيرة المطلوبة. لما ربنا قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، مطلوب يبقى فيه غيرة، مطلوب يبقى فيه منافسة، بس معاها مطلوب يبقى فيه احترام، مطلوب يبقى تقديره اعلى. محمد اللي بتكلم عنه دلوقتي توفى من 3 أيام في ذمة الله عز وجل. مع خبر وفاة محمد الله يرحمه تذكرت انه كان دايما بيقول اوعى تنسى التنافس الشريف رحمة الله عليه. اوعى تنسى ان الغيرة مطلوبة تفضل في حياتك، وما ينفعش ما تكونش بتغير. الغيرة اللي بنقولها دي ان محمد سبقنا عند الله عز وجل في مكان بامر الله ان شاء الله في الجنة. فبالتبعية بقيت عندي غيرة اني اكمل حياتي وادعو الله عز وجل انه يجعلني من الصالحين زيه رحمة الله عليه. ادعو الله عز وجل ان يرحمه رحمة واسعة ويغفر له ذنوبه. فهنا فهمت يعني ايه غيرة، وكان هو المعلم ليا طوال حياته واستاذ ليا طوال حياته وامشي على نهجه بعد وفاته رحمة الله عليه. من هنا اتكلمت عن النوع الاولاني في الغيرة.